السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير مشاهدينا الكرام. بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع العراق والعيد. مشاهدينا يمكنكم المشاركة معنا عبر أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. يحل عيد الأضحى المبارك على العراقيين ونفوسهم تئن بسبب المشاكل المتراكمة التي نتجت عن الاحتلال الأمريكي وتابعاته السياسية والأمنية، والتي قادت إلى فقدان العراقيين للفرح في مناسباتهم، وانعكست هذه المشاكل على حياتهم في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية، وقاد الانهيار الأمني إلى تفاقم معاناتهم، إذ لم تشهد سنوات ما بعد الاحتلال أي إنجاز يخفف على العراقيين وينفه عنهم. ورغم كل المآسي التي عاشها ويعيشها العراقيون، إلا أن حبهم للحياة ورغبتهم بالأفضل قادهم إلى عدم فقدان الأمل وسعيهم إلى التخلص من هذه الطغمة الحاكمة التي دمرت بلدهم وسرقت الفرحة منهم. مشاهدينا الكرام، بإمكان حضراتكم المشاركة معنا في حلقتنا لهذا الأسبوع لإبداء رأيكم بشأن العيد في العراق وهذه المناسبات التي جاءت بعد الاحتلال، كيف يعيشها العراقيون وكيف تمر عليهم في ظل هذه الأوقات الصعبة. طبعا بطبيعة الحال ومن خلال برنامج منبر الرافدين أيضا نقوم بإجراء استطلاع آراء في الشارع العراقي في داخل العراق. نزلنا إلى الشارع والتقينا بمواطنين عراقيين، سألناهم عن حالهم في العيد وسألناهم عن أمنياتهم في هذه الأيام المباركة. دعونا نستمع إلى بعض الآراء من بغداد ثم نعود لنكمل الحديث مع حضراتكم. الآن الآن وصلت مرحلة أنه أنا إذا أريد أبارك الواحد بالعيد فقط أدز له حتى لو رسالة على الماسنجر كل عام وأنت بألف خير، وهاي انتهى الموضوع. وهذا بالتالي خلى عندنا خلينا نقول أواصر التواصل ما بين العوائل وما بين الأقارب بدأت تتفكك. أضف لهذا أنه عندك عوامل خارجية اللي هي منها العوامل الاقتصادية. لاحظ أنه الناس قبل على الرغم من بساطة الحياة اللي كانت، لكن الناس كانت تتواصل. الآن تشوف أنت حتى أصحاب المحلات وأصحاب الحرف بعد أن كانت الجمعة عندهم والأعياد كانت عندهم مقدسة، أنه نهائيا ما يقدر يطلع، مو ما يقدر يعني مخلي في باله أنه ما يقدر يطلع بهذا اليوم ويقضي مع عائلته أو مع أقاربه. لكن الآن نشوف أنه حتى الأعياد سواء في عيد الفطر أو عيد الأضحى المبارك نلاحظ أنه أصحاب الشركات أصحاب المحلات الناس يعني العاديين حتى العمال نلاحظهم أنه يطلعون لعملهم، وهذا دليل واضح على أنه العادات والتقاليد، ما أقول لك أنه العادات والتقاليد تغيرت، لكن بدأت تندثر شيء في شيء، وهذا الموضوع أثر بشكل سلبي على مجتمعنا وأثر على عاداتنا وتقاليدنا. والله إحنا بصورة عامة نهنى الشعب العراقي من كل قلبنا بهذا العيد، وإن شاء الله يصير عيد زين وإن شاء الله تفرح العالم، لأن اختلفت عندنا الأعياد، اختلفت كلها، اختلفت الوضع، اختلف الأسعار، زادت الدولار، زاد العالم ما عدها. الله يساعدها، الله يساعدها ويكون بعونها، بس إن شاء الله جاءت أحسن من هاي اللي راح يروحون. إن شاء الله إن شاء الله العراق يتحسن والناس ترجع مثل الأول والعياد ترجع مثل قبل، ونحتفل ونفرح جهالنا ونفرح الطيبين الأقارب الأصدقاء ونعايدهم ونرجع مثل قبل. كل شيء ما اشتريت، لا اشتريت مواد غذائية ولا اشتريت الأطفالي ولا وديتهم ولا جبتهم ولا، لأن أول شيء أنا معوق، أو تدري المعوق بالعراق العظيم الراتب ماله 150-160 ألف دينار ما يكفي دوه، فشو راح يفرح عائلته؟ بس مع الأسف ما حد يفكر بينا، إحنا طبقة ممرودة، لأن إحنا اللي خدمنا العراق، خدمنا وهاي تاليتنا مع الأسف. نهنئ الشعب الإسلامي والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونتمنى من الله العلي القدير أن يمن على الإسلام وعلى الشعب العراقي بالخير والبركة وأن يبعد عنهم كل سوء. طبعا اليوم إذا أريد نتحدث عن الأعياد، حقيقة اليوم الأوضاع في العراق حقيقة تغيرت كثيرا،
بسبب الوضع الاقتصادي، بسبب احتياج الناس، بسبب عدد الفقراء. لذلك أنا أعتقد الناس سابقاً كانت تتمتع بأريحية عندما يأتي العيد. الآن أولاً عدم وجود أماكن للنزهة، عدم وجود ترفيه لها. اليوم معظم عوائلنا لديها شهداء ولديها محتاجين ولديها أمراض. لذلك أنا أعتقد يقترن العيد دائماً بالوضع الاقتصادي. يعني اليوم المواطن إذا ما مرتاح اقتصادياً لن يتمتع في العيد. لذلك ندعو من الله أن يمن على الشعب العراقي بالرغم من ما يمتلك من خيرات أن يمن عليه بالصحة والعافية، وأن يلتفت له الأخوة السياسيين ليعطوه مما فيه من خيرات كثيرة ووفيرة، حتى يستطيع الشعب العراقي يتنعم بخيراته وفق قانون العدالة الاجتماعية التي من خلالها يتم توزيع الثروات بشكل عادل على أبناء الشعب العراقي. الصراحة يعني العالم قبل يعني أكو تواصل، تقارب بيناتهم، أكو مودة. هسه هاي الأشياء كلها انفقدت، يعني ما قلة قليلة تلقينها عند الناس. هسه أكثرها يعني الإنترنت خلى العالم قلة التواصل بينهم، قلة التفاهم بينهم، يعني أشياء هواي فقدناها الصراحة. وأشياء يعني صراحة كانت طعم العيد عندنا هي التواصل بين الجار. إذا كانت أبسط شيء هي الحلويات اللي نسويها، هي معروفة بالعراق هي الكليتشة، يعني أبسط شيء نحن نسويه إحنا بالعراق. أشياء يعني صراحة لحد الآن فقدناها. أبسط شيء هسه إحنا الأسعار اللي عندنا هنا الحين صراحة يعني أسعار خيالية صارت، يعني صار يا المواطن يا دوب يقدر يشتري أشياء بسيطة. والعيد ما بي أي طعم صراحة، مو مثل قبل. أشياء تحبين تسوينها، تحبين تجيبينها، تحبين تلونينها، بس ماكو كل هذا، كل هذا فقدناه صراحة. أكيد اختلاف شاسع وواسع بين أعياد السابق وأعياد الحالية. السبب الأول هو يعني موضوع التطور والحداثة والسوشيال ميديا اللي غزت العالم. بات الفرد أو المواطن العراقي يستغني عن الزيارات المباشرة للأهل والأقرباء والأصدقاء، بتحديد رسائل الكل وبعثها حتى يطلع من الموضوع أنه أنا هنيتك بمناسبة العيد. ثانيا الأمور المادية وصعوبة المعيشة دعا الفرد العراقي أنه ما يفكر بأيام العيد، مجرد يفكر أنه شلون يكسب لقمة العيش حتى خلال أيام العيد المبارك، يطلع للشغل على مود يجيب هذه لقمة العيش لأبنائه. ناهيك عن بعض التقاليد اللي انفقدت، تحدثنا مع الزملاء الأخوة أنه حتى موضوعة الكليتشة كانت تعمل بالبيت وإلها في الطقوس خاصة، ممارسات الحجية والخواتي يسوون الكليتشة وإحنا نروح نوديها للفرن، هاي باتت مفقودة، أصبح يستغنى عنها بشراء من الجاهز. فهذه كلها طقوس أعتقد انتهت، لكن رغم هذا ما زال العراقيين يحتفظون ببعض هذه السمات من خلال أعياد وبعض الزيارات اللي قد تكون مكوكية حتى يعني لا تتجاوز الربع ساعة، بينما كانت من الممكن أنه يكون يبات الشخص ينبيت أهله ينبيت عمه ينبيت خاله. لكن هذه نتمنى أن تعود وتنتهي فترة الفيسبوك والرسائل المحددة والبعث إلى الكل. استمعتم مشاهدينا الكرام إلى حديث المواطنين العراقيين في بشأن العيد، ويعني هناك نبرة حسرة على أيام جميلة عاشها العراقيون قبل الاحتلال، تتعلق بالمناسبات، تتعلق بزيارة الأقارب، تتعلق بالأوضاع بشكل عام، إن كانت أمنية إن كانت اقتصادية. اليوم يعني وكأنهم يحاولون بشتى الطرق أن يعيدوا الأيام الجميلة إلى حاضرهم، أن يحاولوا قدر المستطاع. بعض العراقيين أو كثير من العراقيين ربما أيضا يحاولون الآن الإبقاء أو السيطرة على ما بقي من هذا التراث، ما بقي من هذه العادات والتقاليد، الاحتفاظ بها، محاولة توريثها إلى أبنائهم حتى لا تندثر. نستمع مشاهدينا إلى السيد أبو عمر من بغداد. أبو عمر حياك الله وكل عام أنت بألف خير. حياك الله أستاذ محمد، وتحياتي إلى كل عام أنت بألف خير وقناة الرافدين. نتمنى التواصل والمزيد من التقدم، والشعب العراقي بلد خير. نسأل الله تعالى أن يفرج عن النازحين والمعتقلين ويرجع النازحين لديارهم بجاه الله ورسوله. آمين. أبو عمر شلون مر عليكم هذا العيد، أو شلون دتعيشوه، خاصة أنه إحنا بعدنا اليوم الثاني؟
والله يا استاذ محمد يعني احنا مو بس احنا انا عبرتي وانما جميع الشعب العراقي بدنا نشوف الشارع العراقي بدنا نشوف المناطق اثناء تجوالنا نشوف يعني الوجوه ونشوف العوائل غير يعني متواطئه غير يعني خروجها من ديارهم الى اماكن اخرى نشوف يعني المناطق الافروع الشوارع كلها فارغه يعني حتى الاطفال ما نشوفهم انه يخرجون للالعاب ما نشوفهم انه يعني يحسون بطعم العيد والسبب انه كان العراق يعني استاذ محمد كما قالوا يعني قبل شويه اثناء يعني لقاهم مع المواطنين كان العراق يعني قبل انه كان يعني له صفاته وحياته غير هاي الحياه اللي جابوها الاحتلال جابتها سلطه الاحزاب كانت يعني عندنا حياه متواصله اخواننا مع الجنوب اخواننا مع الغربيه اخواننا مع الموصل فكانت الحياه يعني متواصله بين مناطق ومناطق محافظة كانت الامور عندنا يعني متسامة مع بعضها ما كانت عندنا التفرقة وما كانت عندنا شهداء راحت وما كانت عندنا اسرى وما كانت عندنا قتلى ولا عندنا سجون ولا عندنا ناس عاطلين عن العمل ولا عندنا ناس يعني يتمنون لهم وظائف كانت الامور يعني بسيطة وكانت انه حياة كريمة وحياة سعيدة بوجود حكومات اللي حكمت العراق قبل 2003 كان المواطن العراقي يعني يشعر بانه هو مواطن إلا مكانه ذات سيادة ذات كرامة إنه يعيش مع هاي كل حكومات اللي كانت تقدم له العون كانت تقدم له يعني المساعدة كان موجود التعليم كانت موجود الزراعة الصناعة وسائل الأمور الحياة المعيشية كانت بالرغم هي بسيطة بس كانت سهلة شو عجب يا أبو عمر رغم إن هم اللي جوي بعد 2003 وعدوا العراقيين بأن تكون أيامهم كلها أعياد وفرحة وسعادة اليوم العراقي دا يتحسر على الماضي دا يتحسر على أيام الأيام اللي كان يشوف بها فرحة يعني غير المفروض احنا الزمن يتطور والمفروض اكو اهتمام ومراعاة للمواطن يعني انشاء أماكن ترفيهية استحداث أماكن جديدة للتنفيه عن النفس اليوم شو العراقيين يشكون يقول لك احنا ماكو مكان نروح لوين نروح نطلع من البيت وين نروح وين نتوجه للمول لو للمطعم اللي هو صار العراق عبارة عن كافيهات ومولات ومطاعم ماكو لا حديقة واحد يروح ينفح عن نفسه بيها لا منتزه ماكو أي معلم سياحي واحد يروح يقضي بيه الوقت يعني ايش سووا ذولا هاي المليارات اللي اجتي غير المفروض لخدمة الناس غير المفروض لإدخال الفرحة إلى نفوسهم في هذه الأيام المباركة استاذ محمد احنا نعرف احنا الشعب العراقي صاب المأساة وصاب الويلات يعني اكو عندنا ناس لحد الان بالمحافظات او بالغربية او بالجنوب مي ما عندهم يعني تصور ابسط الامور هي مي ما عندهم يعني الماء اصبحت الانهار يعني جفت يعني من ايران والدول المجاورة اللي تدفع الماء للعراق يعني كثرة الناس هي تدمرت عندنا سبع محافظات منطبة تدمرت الجنوب تدمر الوسط يعني وكل هذا الشعب العراقي ده يطلع بتظاهرات ينازل الحكومه يعني التعيينات تثبيتهم على عقود على الوظائف على يعني امور تريده من الحكومه لكن الحكومه ما تستجيب للمطالب الشعب ومطالبه المظاهرين اللي يريدون من هاي الحكومه انه ان يعيش برفاهيه أنا أشكرك شكرا جزيلا سيد أبو عمر من بغداد نسمع سيد أبو أحمد من بريطانيا تفضل يا أبو أحمد عيدك مبارك وكل عام وانت بخير الله يطول عمرك سيد محمد كل عام وانت بخير كل سنة وانت طيب عليك وعلى العراقيين الأحرار آمين أجمعين أول سيد محمد هو ولد الكويت يعني أكو بلد محتل بعيد رقم واحد يعني العراق محتل من أكثر من دولة من إيران من أمريكا وجايبين معاهم ذيولهم من دول اللي يجوا مع أمريكا ومع إيران وثانيا يعني العيد بعدم توفر الخدمات أي عيد هو هذا إذا أنت لا عندك كهرباء مثل الأوادم لا عندك أمن وأمان ما عندك تطلع في مكان وصارت عركة واشتغل الرمي العشوائي وراح واحد ببلاش أو حوادث السير اللي دا أسمع بيها أعداد يومية فد اثنين ثلاثة من الناس اللي نعرفهم راحوا بحوادث السير فالعيد العيد يكون عيد حقيقي من يكون الإنسان
مرتاح مرفه، الخدمات موجوده، يفتح البوري يلقى مي صالح للشرب صالح للاستخدام، يروح للبيت يلقى الكهرباء متوفر. هذا العيد الحقيقي، والا مع وجود هؤلاء لا تتصور يبقى عيد، لا تتصور يصير عيد. العيد هو بوجودكم سالمين، وجود العراقيين احنا سالمين. شلون اثر الاحتلال ابو احمد، وشلون اثرت الحكومات اللي اجت بعده او الاحداث اللي صارت على نفسيه المواطن العراقي وهو يعيش هذه او عاش هذه الاعياد ويعيش اليوم ايضا عيد الاضحى المبارك؟ شلون انعكست هذه الاحداث اللي صارت بعد الاحتلال على نفسيه المواطن العراقي؟ اكيد اكيد استاذ محمد، انا اتذكر كنا احنا طلاب، كان عندنا ولا صديقنا من الكويسه ولا صديقنا من الانبار من الرمادي، كنا بالعيد نروح يمهم، يعني نروح يعني نتبادل الزيارات. يعني اتذكر صفاء الكبيسي، اتذكر محمد الدليمي، نروح يمهم هاي حرمونا من عندها بهاي الاجندات اللي دخلوها، بهاي الزعزعه اللي سووها، بهاي عدم الامان اللي وفروه. يعني احنا قبل كل شيء تركب تروح للحبانيه، لا تفكر انه الحبانيه وين تابعه وين صايره، عراقيه منطقه عراقيه، تركب تروح الاربيل، تركب تروح السليمانيه، يركب ابو الرمادي يروح للبصره، يروح للنجف، يجي الكربله. هذه للاسف كنا فقدناها، صار المواطن محصور في مدينته في مكانه ما يقدر يتحرك، لانه الاعلام اللي جابوه وياهم الاعلام الكاذب نشر بعض الامور اللي تخوف المواطن، خلى واحد يخاف من اخوه، والحمد لله ما تعبر علينا ولا ممكن تعبر علينا. اريد اسالك ابو احمد، يعني هل تحسون بالعيد وانتم بالغربه؟ وهي طبعا من الاشياء اللي ايضا قادت الى فقدان روح العيد، انه اليوم اكو عراقيين مغتربين يتحسرون يتمنون انه يكونون موجودين في بلدهم، شلون شعوركم انتم في الغربه ودا يمر عليكم هذا العيد ودا تمر عليكم الاعياد بشكل عام؟ والله كارثه، ليش اكذب عليك؟ يعني اولا انت في بلدك تعايد اهلك، تعايد اصدقائك، تلتقي معاهم، بس احنا الحمد لله انا اصلي صلاه العيد، يعني انا نقول الحمد لله. يعني ما ضيق العيش لولا فسحه الاملي، اكو فسحه الاملي ان شاء الله نفكر بها، وان شاء الله نلتقي على خير انا وانتم ان شاء الله في الفلوجه وفي بغداد وفي النجف بحق محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ان شاء الله يا رب العالمين، وصحبتي الابرار استاذ محمد العزيز، اشكرك جدا. شكرا جزيلا ابو احمد من بريطانيا، شكرا جزيلا لك للمشاركه ويانا. سيد صباح من بغداد نقول لك كل عام وانت بألف خير. سيد صباح حياك الله، تفضل. السلام عليكم استاذ محمد، كل عام وانتم بألف خير ان شاء الله من عواده ان شاء الله، والله يفرج على الشعب العراقي المظلوم. طبعا احنا بالنسبه للعيد احنا يعني نفتقر الواحد يفرح بهيك ايام، يعني يمكن الفرحه بس للاطفال لان ما يحسون ايش جاي يدور من دمار. دمار شامل من احتلال امريكي واحتلال ايراني والميليشيات الولائيه والناس اللي دمرهم، ما خلهم طعم بالحياة بالعراق. العراق اللي هذا ربينا به، وكانت أيام الأعياد بالماضي الناس يعني متعايشة وأكو تجانس وأكو لحمة وطنية، الآن هذول هم اللي جابهم الطائفية، هم ورجال الدين مالتهم والسياسيين، خلى ماكو طعم بالعراق. ليش؟ لان هاي الملفات الفساد والتراكمات الموجوده والضغط النفسي اللي موجود علينا، واللي فقد اولاده واللي فقد شباب واللي سجون مليانه والعفو العام اللي ما حد يقدر ينطق به ويسولف به بصراحه، شنو الخفايا الموجوده وراء العفو العام المفروض به؟ هذا العفو العام يفرح طبقه كبيره من الشعب العراقي. يعني ماكو فرحه بالعراق، شنو تفرح؟ احنا لحد الان تحت البند السابع، والايرانيين ماخذين حاسبين احنا محافظه لهم، والسياسيين العراقيين بدون استثناء يا اما عميل ايراني يا اما عميل امريكي، والشعب صار ضحيه. لكن احنا يعني نامل ان شاء الله رحمه الله اكبر من طموحات السياسيين الخبيثه، وان رب العالمين لازم في يوم يظهر الحق وتنزاح يعني هاي الغمه على العراقيين. آمين. ان شاء الله. ذكرت قبل شويه انه ربما الأطفال بالعراق يعيشون الفرحة أو يعيشون العيد بشكل لأنهم ما واعين على المصيبة الأكبر الموجودة ببلدهم، لكن مع هذا اليوم مش متوفر للطفل العراقي حتى ينفه عن نفسه أو حتى أهله يقدرون يعني يفرحوه في هكذا مناسبات. اليوم وين المناطق الترفيهية الموجودة اللي تروح عن العائلة العراقية، اللي تنفه عن نفسها، اللي تروح تشوف منظر طبيعي، تروح تشوف خضار، تروح تشوف مي نظيف، منظر يعني يبعدهم عن هذه الضوضاء، عن مشاكل الحياة؟ هل توفرت هاي المقومات بعد 2003 رغم وجود المليارات في سبيل إسعاد الطفل العراقي وإسعاد العائلة العراقية؟ استاذ محمد احنا نعرف هذا ملف فساد،
يعني اكو خطه لتدمير بغداد وتغيير الرقعه الجغرافيه لبغداد. هاي الحدائق والالعاب اللي كانت في بغداد والمنتزهات والمكانات الترفيهيه للاطفال كلها احنا صار عليها حرب، هاي صار عليها حرب في سبيل الاستحواذ على هاي المناطق الزراعيه والحدائق وغيرها. يعني كلها قلبوها الى مناطق سكنيه، كلها اطماع في سبيل تغيير الرقعة البغداد ويغيرون ملامح بغداد، وبالفعل سووها. هسه الزوراء اللي هي اكو مطار مثنى مقابلها، والزوراء اكو ضغوطات عليها انها شلون يطوها القطاع خاص تصير، يعني تصير للجماعة الميليشيات والمكاتب الاقتصادية. وماكو جاي يهتمون بالطفل، وان يخلون مواقع ترفيهية بها اشجار وبها حدائق وبها بحيرات اصطناعية في سبيل ينفون على الطفل وعلى حتى العائلة العراقية. يعني هم وهمهم الوحيد هو جرف البساتين مال الدوره وغيرها والبعيثه، ما فكرهم ان يصير. هذا الكلام ينعكس على كل المحافظات العراقيه ما عدا ربما الشمال، يعني ذني محافظات الشمال هي بها الطبيعه بشكل عام، لكن بقيه المحافظات الغربيه الوسطى والجنوبيه تفتقد الى المناطق الترفيهيه. يقولون اكو مشاريع استثمار واكو مستثمرين، لكن ماكو انجازات حقيقيه من قبل الحكومه في سبيل يعني إسعاد أو إراحة المواطن العراقي في هذه المناسبات اللي المفروض تكون سعيدة. نعم، المفروض رئيس الوزراء والرئاسة الثلاثة يفكرون في تطوير بغداد، يعني خطة لتطوير بغداد من التشجير، من ألعاب، من منتزهات، من كل شيء. لكن هم بالعكس ما مهتمين بهذا الملف. احنا ما نختلف عن الإقليم، لأن الميزانية الرئيسية هي يمنى والفلوس الرئيسية هي يمنى مال النفط، فالمفروض بيهم احنا نصير يعني أربيل والإقليم يتبعون إنه المفروض يباعون على بغداد وجمال بغداد ويسوون يقلدونه. لكن احنا بالعكس، بغداد هسه شوف الوساخة وشوف المناطق اللي دمروها الأشجار وغيرها. يعني قامت الناس تريد تطلع سفرة تروح لأربيل في سبيل هناك اكو تشجير واكو العاب واكو راحه نفسيه واكو شلالات. بغداد والقائمين على بغداد، محافظ بغداد لا متعمد ان يدمر بغداد، متعمدين في تدمير هاي العاصمه العريقه ويخلوها ترجع للخلف 100 عام. يعني ما عندنا فد مكان باستثناء الكافيهات اللي مهتمين بها، ونعرف احنا الكافيهات المن للناس الفاسدين ومحميين من قبل الميليشيات، اما مكانات مثل ما تفضلت ماكو. يعني بكل بغداد ماكو مكان مريح للعائله العراقيه وللاطفال يرتاحون به، كلها وصولات نعم. انا اشكر حضرتك، شكرا جزيلا للمشاركه. نسمع راي السيد عبد الرزاق من بابل ونقول له كل عام وانت بالف خير. سيد عبد الرزاق تفضل، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايامك سعيده استاذ محمد، وأيامك. وكل عام وانت بالف خير. وانت بالف خير وصحه وسلامه ان شاء الله. الله يحفظك ويبارك فيك. يقول الشاعر: متنبي باي شيء جئت يعيده. للاسف هو يعني الوضع العراق والازمات العراقيه هي بوجود الطبقه السياسيه اللي ما تنتشر الواقع العراقي وتنهض به، لانه هو ديدنهم واسلوبهم يا استاذ محمد ناس ظلاميين، يعني ما عندهم نظره للحياه وتفاؤل بالحياه. يعني انا قبل فتره شفت منشور يعني جاي يعني الاجازات مالتهم اللي قدموها للشعب العراقي هو تطوير المقابر، ان يسوون مقابر نموذجيه. بالله عليك، يعني انت يعني معقوله وصلت فيهم الحاله؟ يعني هيك يتعاملون ويا الشعب؟ يا اخي اي الماء هو اسم مقبره واحد حتى نفسه، يعني شلون مثل ما تقول تنقبض؟ زين انت تطور مقابر نموذجيه لمن؟ يعني تصور هيك ماخذين الناس هذا بدل ما ينشون مناطق ترفيهيه ومنتزهات. يعني العالم اليوم، دول العالم المحيطه على الاقل المحيطه بالعراق اليوم تتسابق في سبيل ان تتصدر بانجازاتها كافضل كاكبر حديقه عامه في الشرق الاوسط او في اوروبا او في العالم، كاكبر مدينه ملاهي او العاب في المنطقه. يعني يسارعون في سبيل اراحه المواطن واسعاده، ضغط شغل ومشاكل، فلا بد انه انا ايضا ابني له شيء ينفه عن نفسه. ذولا يعني شنو العقليه او شنو التوجه اللي يسيرون به، بحيث اليوم احنا مثل ما قال السيد صباح من بغداد والسيد احمد من بريطانيا، دي يرجعونا مئات السنين الى الخلف بشكل اسوء.
يعني مدى يرجعون للوضع الأفضل، يرجعون للأسوأ. هذا العقل المتحجر والمتصدع من قبل الطبقة السياسية هو هذا تفكيرهم. قبل شوية تحكي ويا الأخ المتصل قبلي يمدح بالمناطق الشمالية، لا بالعكس، يعني عندنا بالمناطق الجنوبية، بالمناطق الوسطى، بالمناطق الغربية. صحيح. يا أخي عندنا أماكن سياحية يعني تجذب إلها السياح من دول العالم. لكنه يا أخي ما جاي يهتمون بها يا أستاذ محمد. عندك هسه بالأنبار أخذ بها أماكن سياحية، بالجنوب أماكن سياحية وآثار، لكنهم ما دولة ما يهتمون بالآثار. كل فكرهم وكل يعني العقل اللي شالي بأنه هذه أكل عليها الدهر وشرب، لكن ما يفكرون بالإنسان، ما يفكرون بالتقديم. سيد عبد الرزاق، شلون أثر الوضع الاقتصادي على المواطن العراقي بالنسبة للأعياد والمناسبات، المناسبات الدينية أو غيرها، الأعياد والمناسبات بشكل عام، شلون انعكس الوضع الاقتصادي في العراق على حياة المواطن؟ شوف أستاذ محمد، الوضع الاقتصادي بأي بلد إذا كان الوضع الاقتصادي مزدهر والوضع الاقتصادي مقدم رفاهية للشعب، يكون البلد والشعب عايش برفاهية. لكنه لما الوضع الاقتصادي متأزم حتما الحياة تتأزم، الناس تعاني، ما يعني لا يقدروا يشترون حاجاتهم، لا يقدرون يعني يشترون فترات يعني ترفيهية لهم لأولادهم. فحتما يكون انعكاسه سلبي على العائلة العراقية. فإحنا جاي نشوف الوضع الاقتصادي مدهور من سنة إلى سنة، يعني إيش ما نتأمل بأن الوضع الاقتصادي راح يتحسن، لكنه بوجود هذه الطبقة السياسية يزداد سوء سنة بعد سنة، وما لها اي حل. اذا بقت هذه الطبقه السياسيه ماكو اي تقدم وماكو اي نور بالافق، ما زال هذه الطبقه السياسيه هي اللي تحكم. وهذا عقلها المتحجر والمتصدع، يعني ماكو تقدم. كل الشعوب انا اقول لك تتقدم وكل الدول تتقدم بوجود ناس يخططون لشعوبهم لترفيه شعوبهم، لكنه هذه الطبقه السياسيه ما اشوف مباراها اي بصيص ابدا. سيد صباح، سيد عبد الرزاق، أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا، كنت معنا من بابل. طبعا استمعتم مشاهدينا الكرام إلى الحديث مع السيد عبد الرزاق بن بابل بشأن الوضع الاقتصادي. القدرة الشرائية للمواطن العراقي ضعفت بشكل كبير بسبب ارتفاع نسبة الفقر، البطالة، وكذلك غلاء المعيشة بسبب انخفاض قيمة الدينار العراقي اللي صار قبل سنوات أيضا بخفض قيمة الدينار، والتبعات اللي ترتبت على ذلك بانخفاض سعر النفط وضعف الانتاج، أو يعني ماكو تقريبا انتاج في العراق، كل استيراد. فعموما قلت طبعا الرواتب، وبالنسبة للمتقاعدين وبالنسبة لموظفي الدولة، كل هذه الأمور وكل هذه السلبيات بالنسبة للوضع الاقتصادي أثرت على القدرة الشرائية للمواطن. وهذا الموضوع بعيد الأضحى المبارك أيضا ينعكس على مقدرة المواطن العراقي على شراء الأضحية في سبيل يعني تحقيق هذا الشرط من شروط العيد، يعني عيد الأضحى هو أيضا المفروض لمن يستطيع أن يقوم بالتضحية بشراء أضحية في سبيل إطعام الفقراء، في سبيل أيضا جمع الأهل والأصحاب على مائدة واحدة. هذه الأمور حقيقة في العراق اليوم صارت صعبة بسبب مثل ما قلنا القدرة الشرائية الضعيفة، وأيضا ارتفاع أسعار المواشي اليوم في العراق قاد إلى صعوبة شرائها. خلونا نشوف هذا التقرير الانفوجرافيك الذي عدى قسم الأخبار في قناة الرافدين الفضائية، سلط الضوء على قضية ارتفاع أسعار المواشي وصعوبة شرائها من قبل المواطن، ثم نعود لنكمل الحديث مع حضراتكم.
يعني تابعتم مشاهدينا الكرام هذا الانفوغرافيك. حقيقة اليوم بالعراق يعني وصل سعر الأضحية إلى أكثر من 400,000 دينار عراقي. من يستطيع توفير أو تأمين هذا المبلغ من كثير من العراقيين، خاصة وأن نسب الفقر بالعراق وصلت إلى أكثر من 40% باعترافات الحكومة والبنك الدولي والأمم المتحدة، أرقام مخيفة. تقريبا نصف الشعب العراقي اليوم تحت خط الفقر، يصعب عليه تأمين قوت يومه. شلون يقدر يشتري أضحية ب 400 أو 450 أو 500,000 دينار عراقي؟ هذا بالحد الأدنى طبعا. ده نتكلم، هذا مبلغ يعتبر لذوي الدخل المحدود مبلغ كبير، ربما ما يقدر يأمنه بشهر كامل من عمل جاد وشاه، ويعني حقيقة متعب. فيعني هذا الموضوع حقيقة يصعب الحياة على المواطن، أيضا يمنع الفرحة من العراقيين بسبب عدم مقدرتهم على يعني توفير هذه الأمور التي كانت في السابق ربما بسيطة أو سهلة أو مستطاعة بالنسبة للعراقيين. طبعا مثل ما قلنا لحضراتكم، أجرينا استطلاع آراء بشكل عام في مناطق مختلفة من العراق بشأن العيد. ذهبنا إلى البصرة والتقينا بمواطنين من المحافظة البصرة، أيضا سألناهم عن العيد وعن رأيهم وعن شعورهم في هذه الأجواء وفي هذه الأيام. جئناكم ببعض من هذه الآراء، دعونا نستمع إليها ثم نعود. إن شاء الله مقبلين هسه إن شاء الله على العيد الأضحى المبارك، أعاد الله علينا وعلى أمة الأمة الإسلامية بالخير والعافية والصحة والسلامة، وربي إن شاء الله يكون يصير دائما بدوم إحنا بسلام. وأهدي هذا العيد يعني عيدية وتحية إلى أهلنا وأقاربنا وأصدقائنا وللعراقيين إن شاء الله أجمعين كلهم. وإن شاء الله إحنا إن شاء الله على الجاي وعلى المستقبل نشوف إن شاء الله الخير والأفضل إن شاء الله بالسلامة، والله يعود عليكم وعلى أمة محمد بالخير والسلامة، وإن شاء الله يرجعون الحجاج من بيت الله الحرام يرجعون سالمين غانمين، والله يرضى عليهم إن شاء الله، وربي يكون إحنا إن شاء الله هم يعني من بعدهم الروح بالسلامة، وربي الله يعودكم إن شاء الله يا ربي. الحمد لله والشكر ربي. وهاي باقة الوردة أهديها كل إنسان طيب يستاهل الوردة. أي بعد وأنا خادم لك عمو، ألف هبة ألف هلا بك. بمناسبة عيد الأضحى المبارك للشعب العراقي كافة، وأصدقائي وأخواني وأهلي وجيراني وكل من يمر بهذا العيد إن شاء الله، والله يرحم المتوفين منهم إن شاء الله ويحفظ الباقين، ونتمنى لكم الخير إن شاء الله والسعادة. والله أحلى شيء بالعيد هو تواصل الأهل ولم الشمل والقعدة ولم الحبايب، واللي زعلان على صديقة وأخوة أن يتواصل إياه ويعتذر منه، والعيد يلم يعني كل الصفات الموجودة بالإنسان أنه ينجمع بها. قبل كان يختلف حسب المناطق، إحنا مثلا عندنا بابو الخصيب كان العيد بنكهة وبيفد ذوق وبيطعم، يعني هسه تغير مو مثل قبل، اختلف هو يعني. لا وين قبل احسن، قبل غير، لا قبل احسن، احنا قبل بدورنا احسن، هسه الحمد لله تطور، تطور العيد، تطور الفقير ما عنده يلبس، ما عنده صح لو كذب. انا هسه رجال موظف رجلي راح الدار حقه، هسه عندي ايتام ولد ابني ذاك اليوم امهم ماتت، اربع ربيت، اثنين كبروا طلقت امهم رجعت، اثنين ربيتهم صغار جدت يا أمي، الحمد لله قول ألف الحمد، يعطيك عمر وعافية إن شاء الله شبابك يتحقق. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل ابد بكل العراق. نازل نازل نازل، خرجنا مطالبين بازاله هذه المنظومه السياسيه من جذورها.
من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري، ها صار لهم 4 سنين ما ندريهم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس، تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. حياكم الله مرة ثانية مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج منبر الرافدين. نتحدث اليوم عن العراق والعيد، شلون عايشين العراقيين بهذه الأيام، شلون يعيشوها، ما الذي يمثله العيد بالنسبة لهم، وهل تغير العيد بعد 2003 بالنسبة للعراقيين؟ طبعا مؤسسة جالوب الأمريكية مشاهدينا الكرام صنفت العراق ضمن الدول الأكثر تعاسة في العالم. العراق واحد من دول العالم التعيسة، وهو مصنف بالمرتبة الرابعة برأس القائمة مشاهدينا الكرام. المؤسسة وضعت بتقريرها السنوي العراق في المرتبة الرابعة بعد كل من أفغانستان، سيراليون وتشاد. بعد هذه الدول جاء العراق كأتعس دولة في العالم عام 2022. طبعا أكو مقومات لهذا الشيء، أكو أسباب قادت إلى جعل العراق بالمرتبة الرابعة في قمة الترتيب كأتعس دولة في العالم. وتضيف المؤسسة بأن مشاعر الحزن والقلق والآلام الجسدية اللي يعاني منها الناس يوميا تتزايد، مؤكدة أن العراقيين لا يزالون متشائمين بسبب الأزمات والصراعات السياسية التي تشهدها البلاد. طبعا من سنوات يحافظ العراق على المراتب المتأخرة في مؤشر جالوب، والذي يظهر عدم وجود أي تقدم طبيعي في حياة العراقيين لمدة 20 سنة من عام 2003 لغاية اليوم. لا يوجد تقدم طبيعي في حياة المواطن العراقي في ظل استشراء الفساد الحكومي وغياب السياسة العادلة وانعدام العدالة والمساواة. طبعا أسباب كثيرة تقود إلى جعل العراق في هذه المرتبة كأكثر الشعوب تعاسة في العالم، ويا أكثر التقارير اللي تتكلم عن العراق شعب حزين، العراق شعب تعيس، العراق شعب غاضب. كل هذه التصنيفات أو كل هذه الإحصائيات تأتي بالعراق ضمن القوائم في المراتب المتقدمة بسبب الظروف الصعبة اللي يمر بها المواطن العراقي نتيجة السياسات الفاشلة السيئة التي قادته إلى هذه الحالة من 2003 إلى اليوم. رغم كل الوعود ورغم كل التصريحات ورغم كل هذه الاستعراضات واستعراض العضلات والبطولات أمام الشاشات من قبل المسؤولين بأنهم حيحققون الحياة الكريمة والحياة العادلة والنظام الآمن والحياة المزدهرة اقتصاديا، لكن كل هاي مجرد وعود هواء في شبك. ماكو أي نتيجة موجودة على أرض الواقع انعكست على نفس المواطن العراقي جعلته ينظر إلى الحياة بشكل إيجابي. مشاهدينا نسمع رأي السيد شاكر من السويد. فقدنا الاتصال ويا شاكر. طيب عموما نكمل مع حضراتكم استطلاع الآراء اللي أجريناه في العراق. ذهبنا إلى مدينة كركوك مركز محافظة التأميم والتقينا بمواطنين عراقيين وجئناكم ببعض الآراء، دعونا نستمع لها. التقاليد مالنا القديم أحسن من هسه. قبل كان أكو إنسانية، كان أكو مروة، كان أكو ناس يطبون على ناس. هسه الناس المنعوا، يعني حتى العيد إذا يجي كل أحد، يعني العيد فاي بارد بارد، لأن إحنا شنو قلبنا ما مرتاح، لساننا يابس، يعني مثل ما يقول إيش مستفادين؟ لا من هالدنيا ولا من آخرها مستفادين كل شيء. يعني حياتنا عايشين بجحيم. شنو السبب؟ مثلا كركوك. كركوك أحلى منطقة بالسبعينات بالثمانينات كان أنظف محافظة كان بالعراق. هسه أوسخ محافظة بالعراق. يعني إذا مكان ترفيه ما عندك.
تروح وتجي تشوف هالزبالة بالشارع، يعني قلبك يرتاح؟ العالم كله قلبه محترق، يعني وين يفكر بالعيد؟ وين يروح؟ هسه أنا واحد من الناس، تعال تكلم حذاء ما عندي، على شنو عايد؟ علي ما أقول لك أيامك سعيدة؟ أنا قلبي مو حلو، قلبي محرك حرك مثل شيش كباب. أول شي دولار ما أعرفه شنو، وحياتي كلها ما شايف دولار، بس سمعنا اكو دولار ماكو دولار، يصعد ينزل دولار. دولار هو شنو؟ عملة يقولون يقول عليه دولار أمريكي، تمام؟ احنا بلد النفط، بلد النفط هو لازم يضرب شلق على دولار، مو نركض ورا الدولار احنا. والله هالعيد هسه ما عبي طاقة ما بي. ليش؟ مو مثل قبل، ما حب مثل، مو مثل قبل. هالكركوك والله كل بيت يعني محشي يسوي، فاصوليا يسوي، طرشانه، الذبيحه ذابحين بالبيت، دجاج غالي هواي. قبل مو هالقد غالي. كان اني افكر كان 10 بيزات اخذ 10 فلوسات بالاحمد اغا، يعني ابويا دزني يعطيني 10 فلوس 10 بيض اجيب، 10 خبوز 50 فلس. هسه هوايه غالي والمعاش ما يكفي. انا عم ابو جهالي 25 سنه بعسكري عنده خدمه، انا اخذ 175 دينار. شلون يكفيني؟ هذاك العيد شلون كان يم الراسخانه هنا يدق الموزخ، يعني كل واحد يدبكون كل واحد بالعيد، كل سوق هاي كلها سوق وانا يعني قاعده. ايه هسه ماكو عيد والله، الدنيا ما يغير بس الناس غيرت. ما اعرف ليش غيروا، ما اعرف حكومات غيروا، ما اعرف. قبل كان اكو اشغال هوايه، كان الناس عندها شغل، هسه ماكو شغل. ثانيا لا تنسى البطاله بالمية 80 90% بطاله. هسه خيره الشباب تلقيها ما بي جايبه 5000 دينار. المشاريع ماكو، الانتاج ماكو، معمل البان ما عندنا. زين قبل اني قبل رمضان بعشر ايام 15 يوم ما اقدر اقعد من ورا دوبه مال كريتشه. قبل العيد بعشر ايام 15 يوم انا ما كنت اقدر اقعد. زين هسه ماكو ثلاثه، ماكو باليوم اربعه ماكو يطلبون كريتشه، اثنين ماكو يطلبون كريتشه. هاي سببها شنو؟ سببها الناس ما عندها فلوس. اذا عندك عباسي تعال على راسي، اذا ما عندك عباسي روح للدوخ راسي. هذا هاي المشكله، البلاهات كلها واقعه، حكومه ما ينتبه، ما عنده انتباه بها. حكومه بس ملتهي بالانتخابات وعنطريات مالتهم وماكو كل شيء وراها. يعني حقيقة واحد من يسمع هذا الكلام من أبناء بلد غني، بلد من أغنى بلدان المنطقة، ويعني من أكثر البلدان اللي تحتوي على خيرات طبيعية، أنه يعانون هاي المعاناة في هذه الأيام اللي هي المفروض أيام الفرح، أيام السعادة، أيام اللقاء الأصدقاء والأهل والأحباب. لا يعني سمعتوا الكلام، كلام حقيقة متشائم، بعيد كل البعد عن الشعور بالعيد وبهذه الفرحة وبالأيام السعيدة، الأيام المباركة، لأنه ما بقوا اللي يجوي بعد 2003 أي مجال للمواطن العراقي حتى يشعر بقليل من الفرحة، حتى يشعر بقليل من الراحة. ضغط، مشاكل، أزمات، حروب، قتال، فقر، وبالتالي قادوا اليوم المواطن يقول لك يا عيد. وسمعتوا بداية الكلام أيضا من مواطنين، قبل الناس تنتظر هذه الأيام حتى يجتمعون في البيت ويترك العمل ويقعد يرتاح، اليوم الناس تركض على الشغل. يا عيد يروح أهم شيء يشتغل في سبيل تأمين قوت يومه وأطفاله ويعيل هذه الأسرة، مو مهم العيد يجي والعيد يروح، ما حد حاسس بالعيد.
بالعراق. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.